سؤالين على فكرة واحدة فيهم فخ كبير جدا، لو عديت من الفخ ده مفيش سؤال يقف عليك في ثانوية عامة. قولا واحدا، انا هديك just 30 seconds، هديك 30 ثانية تفكر في إجابة السؤالين ونرجع نفصلهم تا 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 خط العتبة. اوكي، تايم اوت يا بطل. question number one، السؤال الاول بيقول he ran blank that he won the race، وهو نفس السؤال الثاني بالضبط، ولكن السؤال الثاني شال لي ran وجاب لي was. بص يا بطل، لو انت اجابتك كانت such quick او such quickly فانت بتهبد. ليه؟ لان ساتش دي محتاجة اسم، ما هنشرحها تفصيلا دلوقتي، يعني ساتش دي مش تنفع خالص. هي اما so quick يا اما so quickly. الخطأ دائما وابدا اللي انت بتقع فيه انك على طول بيجي في ذهنك الصفة، فانت تيجي تقول لي هي ران so quick، يا عمي يا عم ركز، الران ده ايه؟ الران ده فعل، فالفعل بيصفه ايه؟ الفعل بيصفه adverb، الفعل بيصفه حال، اوكي؟ الا verb to be والافعال المساوية ل verb to be يعني. يعني عندك be، عندك seem، عندك look، عندك get، عندك become، عندك stay، عندك keep، عندك taste، عندك sounds، كل الافعال اللي انا قلتها دي بيجي بعدها صفة عادي، لان الافعال دي بتساوي verb to be. بخلاف كده اي فعل تاني لابد ان ياتي بعده حال زي ران، فبالتالي هتبقى الجمله الاولى هي ران سو كويكلي، سو كويكلي، فانت جبت كويكلي بالال واي عشان خاطر ران، ران ده فعل. انما انت عندك بقى فيرب تو بي، واز ده من فيرب تو بي، طب بي بيجي بعديه ايه؟ بي بيجي بعديه ادجكتيف، يعني بيجي بعديه صفه، فبالتالي he was so quick that he won the race. يبقى التريك هنا انك تبقى عارف ان so ممكن يجي بعديها adjective صفة or adverb او حال، هتجيب adverb after the verb، هتجيب حال بعد الفعل، هتجيب adjective after verb to be، هتجيب adjective بعد verb to be والافعال المساوية له. طيب ايه هي الجراماتيكال بوينت اللي هنا؟ ايه هي النقطة اللغوية المهمة اللي انا لازم كطالب شطور لذيذ عسول امور اكون عارفها؟ النقطة هي كما يلي، ببساطة شديدة، لو انت عندك subject، لو انت عندك فاعل، وبعد الفاعل verb to be، اوكي؟ بعد الverb to be ده ممكن تجيب so، وبعد so هتجيب adjective، وبعد الadjective هتجيب that، وبعد that هتجيب subject، وبعد subject هتجيب verb. اوكي، زي ما تقول مثلا the tea was so hot that I couldn't drink it. الشاي كان سخن جدا لدرجة ان انا ما قدرتش اشربه. فلو خدت بالك ابطل، ابطل الابطال، هتلاقي انت عندك هنا so with that. في النص انا جبت adjective. ليه جبت adjective؟ عشان في verb to be. الverb to be عندي متمثل في was. دي النقطة الاولى. النقطة التانية انك ممكن برضو انك هتجيب subject، هتجيب فاعل، وبعد الفاعل تجيب اي verb تاني بخلاف verb to be والافعال المساوية، وبعد كده هتجيب so،
ولكن هنا بقى بعد so مش هتجيب adjective، هتجيب adverb، وبعد الadverb هتجيب that، وبعد that هتجيب subject، وبعد subject هتجيب verb. اوكي، فانت هتقول مثلا he read the book so quickly that he finished it in 3 hours. مثلا خلصه في 3 ساعات. فانت هتلاقي هنا حاجة بسيطة جدا. ايه الحاجة البسيطة جدا؟ read the فعل، ما هوش verb to be ولا احد الافعال المساوية. فبالتالي انت جبت so وجبت that، بس جبت quickly adverb حال. حال ليه؟ لان في فعل اسمه read، فمع الحال او مع الفعل انت بتستخدم حال. طب بالنسبة مستر لساتش ده، عشان انا نسيتها، ساتش دي بقى محتاجة فيديو مفصل لوحده، بس خد المعلومة العامة ان ساتش بيجي بعديها A او an، مش ثابتة طبعا على حسب نوع الاسم، وبعد الA والan بتجيب adjective، بتجيب صفة، وبعد الصفة بتجيب اسم، وبعد كده بتجيب that. يعني انت لازم يكون في صفة واسم، يعني مع ساتش لازم يكون في صفة واسم. اديك مثال بسيط، يعني انت مثلا تقول he is such a tall boy that he can play tennis. هو ولد طويل لدرجة ان هو لعب تنس. فانت لو خدت بالك ادا طول صفة واسم، فانت تجيب such بتيجي مع الصفة والاسم، انما الصفة بس بتيجي مع so.